إذن مشاهدينا نتوقف عن هذا الموجز وننتقل وإياكم إلى مدينة إسطنبول التركية، حيث تنطلق القمة العالمية للعمل الإنساني والتي يترأس وفد دولة الكويت فيها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة، أصحاب الفخامة والسمو معالي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أتقدم إليكم من جديد الشكر والامتنان لاستضافتكم أول قمة إنسانية تعقد استجابة لمبادرة من معالي الأمين العام. بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك في مؤشر واضح على تفاعل المنظمة الدولية والعالم بأسره مع التحديات الخطيرة التي يواجهها المجتمع الدولي واستمرار الحروب والنزاعات وانتشار ظاهرة الإرهاب والتطرف. السيد الرئيس، لقد جاءت هذه القمة بعد أن تصاعد التوتر في أرجاء العالم وازدادت الصراعات ومناطق عدم الاستقرار، إضافة إلى تنامي الكوارث الطبيعية التي ساهمت مجتمعة في مضاعفة أعداد اللاجئين والمشردين حتى بلغت وفق آخر الإحصائيات التي صدرت عن الوكالة الدولية المختصة 60 مليون لاجئ ومشرد، كما أن أعداد الأشخاص الذين يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة أو تحت خط الفقر قد تجاوزت 2,200,000 شخص. إن هذه الحقائق والبيانات غير المسبوقة تستوجب منا لمواجهتها والتصدي لها أن نسير في مسارين متوازيين. الأول العمل على إنهاء الصراعات وبؤر التوتر وبالذات تلك المزمنة منها، والثاني الاستجابة السريعة والفعالة للمساعدة في تلبية الاحتياجات الضرورية للمحتاجين وضمان الحياة الكريمة لهم. إن هذه المساعي تدعونا لتفعيل الدبلوماسية الإنسانية ودفعها بالشكل الذي يخفف من آلام واحتياجات البشرية. إننا أمام فرصة سانحة تتيح لنا في هذه القمة أن نجري حوارا عالميا تم الإعداد له بعناية فائقة وفق جدول أعمال يستشعر التحديات ويجتهد في إيجاد حلول لها ويشمل منع الصراعات وإنهائها وبحث المعايير التي تكفل حماية الإنسان والعمل بأسلوب مختلف بإنهاء العجز والاستثمار في البشرية من خلال تنويع وتحسين نظم التمويل الإنساني والمساواة في الدعم لكافة الدول والأفراد بما يحقق التوازي. إن هذا الحوار سيقود حتما إلى توصيات واضحة
تضمن لنا استجابة إنسانية سريعة وفعالة، وتمكننا من التعاون مع الأمم المتحدة لابتكار آليات وأفكار خلاقة لتحقيق الاستجابة المطلوبة للتعامل مع أزمات متعاظمة وكوارث متلاحقة. السيد الرئيس، قرقت بلادي الكويت منذ القدم بإيمانها المطلق بالمبادئ الإنسانية والأيادي الممدودة دائما بالخير، وانتهجت سياسة تؤكد هذا النهج وتحث على تقديم المساعدات الإنسانية للشعوب والدول المحتاجة. فقد تخطى إجمالي ما قدمته الكويت من مساهمات في المجال الإنساني خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من ملياري دولار أمريكي، تبوأت معها المرتبة الأولى عالميا في تقديم المساعدات بالنسبة لإجمالي الدخل القومي، وذلك وفقا لعدد من الإحصائيات الدولية إذ بلغت المساعدات التنموية التي قدمتها بلادي الكويت ما معدله ضعف النسبة المتفق عليها دوليا من الناتج المحلي. سيد الرئيس، إن ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من معاناة مستمرة نتيجة للغارات المتواصلة وعجز المجتمع الدولي عن وضع حد لها، يؤكد حتمية قيام هذا المجتمع وعلى الأقل بدور إنساني. فقد لعبت بلاد الكويت دورا رائدا في مواجهة أكبر كارثة إنسانية يشهدها الأشقاء في سوريا، عبر تنظيمها واستضافتها لثلاث مؤتمرات للمانحين لدعم الوضع الإنساني فيها، ومشاركتها رئاسة المؤتمر الرابع الذي عقد في لندن مع كل من بريطانيا وألمانيا والنرويج. قدمت دولة الكويت منفردة في هذه المؤتمرات 1,600,000,000 دولار أمريكي، تم سداد استحقاقات المؤتمرات الثلاث الأولى، وجاري سداد تعهدات المؤتمر الرابع والبالغة 300,000,000 دولار أمريكي وفق الدفعات المتفق عليها زمنيا، حيث باشر الصندوق الكويتي التنمية الاقتصادية العربية بوضع البرامج الخاصة بالمشاريع التي سيتم تمويلها في دول الجوار، وكذلك حددت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي البرامج التعليمية في تلك الدول وفق التزام هذه السنة. سيد الرئيس، إن القمة الإنسانية التي نجتمع اليوم في إطارها تعد فرصة تاريخية غير مسبوقة لتحديد أهدافها وتوحيد جهودنا وتنسيق عطائنا. التحديات كبيرة والمشاكل التي تواجهها البشرية والعالم خطيرة، لا سيما ونحن نجتمع برعاية الأمم المتحدة ووفق ميثاقها ودور وصلاحيات وكالات المتخصصة الفاعلة التي تمكننا أن نعمل في إطارها لتحقيق غاياتنا. أكرر الشكر لكم جميعا، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البشرية جمعاء من كل سوء، وأن يوفقنا في هذه القمة المباركة لما فيه الخير والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Şenyen Sabah'a huzurlarınızda ben de çok çok teşekkür ediyorum. Excellencies, I'd like to invite the President of the General Assembly to come to the podium. Give him money. Evet, şimdi de sözü Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keïta'ya veriyorum. Buyursunlar. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه كلمة أمير الإنسانية، أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في المؤتمر والقمة العالمية الإنسانية لهذا الأمير الإنسان، أميرنا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مدينة اسطنبول التركية. إلى هنا نأتي إلى نهاية الموجز، شكرا لحسن المتابعة.